السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المغربي الهداف والقناص لاعب نادي إشبيلية. يوسف نصير في مباراة جمعت بين إشبيلية وأسوسونا في الدوري الإسباني لمباراة يوم الأحد. سوف نتعرف على كل ما قدمه يوسف نصيري وكذلك ياسين بونو في مباراة اليوم. قبل البدء في التفاصيل والتحدث عن يوسف نصيري، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلكوك جديد ونبدأ كلها في التفاصيل أكثر والدخول في الموضوع. أول شيء، يوسف نصيري وياسين بونو أساسيين في تشكيلة فريقه إشبيلية ومدربه سان باولي، وللأمانة يوسف نصيري كان واحد من أفضل نجوم إشبيلية في مباراة اليوم. قدم مباراة كبيرة ورائعة وسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني وتحصل على ثاني أعلى تقييم في فريق إشبيلية بتقييم 7.5. للأمانة أكثر لاعب من نادي إشبيلية محاولة وخلقا للفرص في المباراة، وهذا الشيء جيد في المباراة. لعب مباراة كبيرة ورائعة، تحركته مدروسة، طلبه للكرة جيدة وتحسن بشكل ملحوظ. وبعد العودة من المنتخب شاهد اللاعب استرجع حس التهديفية ويصل إلى الهدف التاسع له بعد العودة من بطولة كأس العالم. اليوم سجل الهدف الثاني لفريقه كما قلت. لعب مباراة كبيرة وجيدة، وأتمنى أن يستمر في هذه الوسيلة مع فريق إشبيلية، لأن الفريق هذا الموسم يحتاجه كثيرا في تسجيل الأهداف وليساعد الفريق في الصعود في جدول ترتيب الدوري الإسباني إن شاء الله. مباراة كبيرة مجددا وتألق لافت من الدوري المغربي يوسف نصيري، أتمنى أن يستمر في هذا المنوال وأن يكون حاضر بقوة. اليوم لعب مباراة كبيرة وجيدة من جميع النواحي، كذلك كانت يقوم بأدوار دفاعية مهمة في وسط ميدان، يرجع إلى الخلف ويقوم بكثافة في وسط ميدان بطريقة جيدة ورائعة، وهذا شاهدنا مع المنتخب الوطني المغربي كذلك في كأس العالم. أما بالنسبة للحارس المرمى ياسين بونو، تحصل على تقييم 5.2 كتقييم على أدائه وعلى مردوده، لكن للأمانة الدفاع لم يكن جيد وتلقى 3 أهداف في مباراة اليوم. هذا هو كل مدينة وإلى اللقاء.